سفيان حناني، طالب باحث في علوم الصحة بجامعة الحسن الثاني بكلية الطب والصيدلة، وناشط مدني وفاعل جمعوي، لو كرياتور ديال لو كونسيبت ماشي رجولة. ماشي رجولة هو أولا منصة رقمية اللي كنهضروا فيها على الرجولة في المغرب، كندافعوا فيها على الرجولات الإيجابية، و كنحاولوا أننا نكسروا حاجز الصمت على الرجولات السامة. ولكن ماشي رجولة هي أيضا مساحة للنقاش، مساحة للنقاش على شنو هي الرجولات. الرجولة اللي هي حاجة غائبة من لو ديبا بوبليك اون فادير في المغرب، ودونك في ماشي رجولة حاولنا أننا نفتحوا هذه المساحة باش نحاولوا نهضروا على الرجولة، شنو هي الرجولة، على بزاف ديال الرجولات، على الرجولة المهيمنة السائدة، وكيفاش نقدروا نخرجوا من نظرة فيكس ولا فيجي ديال شنو هي الرجولة، ونصرفوا الرجولة في الجمع، تولي جمع كنهضروا فيها على الرجولات، نخرجوا واحد الرجولات اللي كانت غائبة أو مغيبة ونعطيوها الكلمة. دونك تو دابور بدات كفكرة اللي مرتبطة، هي خرجت في زمن الحجر الصحي، ولكن هي كذلك لو كومول ديال بوكو دو ريفليكسيون ديالي وديال الناس اللي كنشتغل معاهم في لو كوليكتيف إليل. كوليكتيف إليل كي ان كوليكتيف اللي كيخدم على لا ديفيرسيتي اي لا بلوراليتي دون لا سوسيتي ماروكان، اون دونون لا بارول توت لي بيرسون كي سون انفيزيبيليزي دون لا سوسيتي. في لو بودكاست كنعطيو الكلمه للناس معنيين بالرجوله، كذلك اخص مختصين ومختصات في علم لو جونغ ولا في لي ماسكولينيتي، مي كذلك دي انفلونسور اي انفلونسوز كي ترافاي ديريكتومون انديريكتومون سور لي ماسكولينيتي. كنهضروا على بزاف الحوايج كيتقاطعوا مع الرجوله في المغرب. ايفيكتيفون اون بارل دو سيكسيزم، كنهضروا على السيكسيزم لو باترياركا، هادشي كامل كيدخل في اطار الرجولات السامه ولا الرجولات المهيمنه داخل المجتمع. مي اون بارل اوسي على بزاف المواضيع اللي عندها علاقه بالرجوله، نوتامون الدين، الفن، النسويه، العبور الجندري والجنسي، اي موضوع عنده علاقه بالرجوله كنطرقوا ليه في ماشي رجوله. انا شخصيا ما كنفصلش الرجولات السامه ولا الذكوريا لو باترياركا، اون بو ليكسبريمي بزاف الطرق، مي ما كنفصلهاش على ان كونتكست جلوبال مونديال. مي ايفيكتيفمون في المغرب، دونك في دي سوسيتي بحال ديما لا سوسيتي اللي كتكون محافظه، اللي ما كيكونش فيها لو ديبا، اللي ما كتكونش فيها لا ليبرتي ديكسبريسيون، ما كنكونوش كنهضروا فيها على بزاف المواضيع، اللي كيخلي النقاش ديالها كيولي صعيب. اي جو بونس هادي لا بارتيكولاريتي ديال لو كونتكست دو سود ولا لو كونتكست ماروكان، ولا نقدروا نهضروا على ديال لا ريجيون مينا اكسيتيرا. يا بزاف الدرجال كي سون جوجي حيت ما كيدخلوش في واحد لو موديل ديال الذكوري، دونك هي كتعيق ماشي غير الحداثه، كتعيق بالنسبه لي الانسانيه. يا بوكو دو جون اللي ما كي استمتعوش ولا ما كي انيكزيست با بلينمون حيت ما كيدخلوش في لو كادر ديال اون ديفينيسيون دو لا ماسكولينيتي، والتربية على الرجولة السامة ولا على الذكورية كتجرد الراجل، وحس احيانا انت تنسى، ولا بزاف د الناس كيتجردوا من الانسانية ديالهم بسبب هاد السمومة ولا لا توكسيسيتي اللي كيقدروا يتربوا فيها. حتى المواطنة يا دي جون كي نون با اكسي لا سونتي حيت ما كيدخلوش في لو كادر ديال هاد لا ديفينيسيون دو لا ماسكولينيتي. يا دي جون كي سون جوجي في ليكول، في السبيطار، في المدرسة، في بزاف البلايص، غير حيت ما الذكورية ما فهمتهمش. ديما كنبغي نرجع ليكسبيريونس بيرسونيل، موا جو مي بوزي بوكو دو كيستيون sur ces choses-là, où je pense que c'est ce qui me donne la légitimité de travailler sur ce sujet. Parce que Anna, je suis un homme socialement, donc j'ai commencé à me poser des questions sur ces choses-là. Alors, moi j'aimais beaucoup parler avec les filles, et j'assume ça, assumer le fait que je trouve que les discussions de femmes, et contrairement à ce qu'on pense, sont très importantes. Mais c'est comme si je me disais qu'il faisait une ségrégation, qu'il voulait les filles et les filles.
il y avait des profs les sauf كانوا البنات كيكونوا القدام والدراري اللور والبنت ديما اون ليتيليز كوم ايماج ديال العزيزه عند الاستاذه كتسخر اكسيتيرا اي الولد كيمسح السبوره اي دونك اون جونري لي جون اي موا جو بوزي دي كيستيون جو بونس كو من هنا بدا لو بوين دو ديبار هادو يمكن سي دي زيليمون اللي بزاف الناس يقدروا يشوفوهم ماشي مهمين ولكن كنعتقد انهم سي لو ديبي دو كيك شوز هما اللي كيوجدوا هذاك الدري العنيف اللي ما كيبكيش اللي كينيكسبريم با سي سونتيمون اي بالمقابل البنت اللي كيخصها تكون ظريفه حنينه كتجمع رجليها فاش كتجلس اللي ساده على راسها اي بارل با بوكو كيخصها تفكر في شنو بغات تقول حيت اي اكسبرسيون اي حاجه بغات تقولها كنقدروا نانتربريتيوها اون بو دير كيلي كو هي عاهره كو هي ما مربياش اكسيتيرا اي جو بونس هاد زعما هاد المشاكل كامله اللي هضرت عليها دابا السبب ديالها هو التعريف ديال الرجوله جو بونس الى داكشي اعاده النظر في المفهوم ديال الرجوله هو مهم الى بدلنا شنو هو مفهوم ديال الرجوله كنقدروا نحلوا بزاف ديال المشاكل ونعطيو مساحه لبزاف الناس باش يكونوا حاضرات وحاضرين انا مغربيا في المغرب الكبير كاين بزاف ديال المبادرات ودي حاجه اللي زوينه بزاف في الشباب الشباب والشابات ديال المنطقه كاين بزاف ديال المفهوم ديال المناصره ولا المفهوم ديال لاليونس سي دي زالي مناصرات ومناصرين لبعضياتنا وحنا كنشتغلوا على المواضيع مثلا في الاكسبيريونس ديال ماشي رجوله يا بوكو داكتيفيست دو لا تونيزي اي دو لالجيري اللي قالوا لي بلي مهم اننا نخدموا حتى بالعكس حتى سخروا لي المنصات ديالهم هما pour باش يهضروا بلي راه كاين هاد لينيسياتيف و جو تروف كاد لا سوليداريتي مهمه جديده لانه مالغري توت لي ديفيرونس اللي كاينين في لو كونتكست اللي عندنا سياسيا حتى اجتماعيا زعما اون بو جو بونس كاين بوكو ديفيرونس مثلا غير هضرنا على لي فام الجيريان مع لي فام تونيزيان مع لي فام ماروكان كاين بزاف الاختلافات ومع ذلك كاين بزاف ديال النقاط اللي كتجمعنا اللي من بيناتها اول حاجه هو الماضي الاستعماري من بيناتها هو لو رابور اللي عندنا مع الاوكسيدون اللي من بيناتها هو حريه التعبير ومن بيناتها حتى لي مونتاليتي ولا لي زارغومون كونط اون بارل دو مثلا كونط اون قلبنا على لي ستيريوتيب هادو كاينين دي زيتود كي لو مونتر لي ستيريوتيب على لي فام مثلا في هاد المجتمعات بثلاثه اللي كنعرف زعما باش ما نلغيش دول اخرى في المنطقه اون توكا الدول اللي خدمت معاهم بزاف في المغرب الكبير وما الجيري ولا تونيزي كاين بزاف لي ستيريوتيب كيتشابهوا بزاف حتى في سكون دي سور لي لوموفوبي ولا سكون دي سور لافورتمون سور توت لي كيستيون لي التنوع والتعدد الجنساني والجندري كاين واحد هذوك لي ستيريوتيب هما متفقين عليهم كاملين فهمتي ديال الحرام مريض لافورتمون كتقتل النفس البشريه اكسيتيرا هاد لي زارغومون كتلقاهم كيتشابهوا مما يؤدي انه نقدروا نخدموا اونصومبل يل بو يافوار دي مبادرات اللي كنجمعوا فيها كاملين وكاملات وكنقدروا نتوجهوا للمجتمع المغاربي لانه مهم وكاين تكافؤات كاين دي زيكسبيريونس اللي مختلفين كنقدروا نبدلوهم من بعضياتنا ونتعاملوا مع بعضياتنا دايوغ حنا في ماشي رجوله اون دون لو بودكاست اون دون لا بارول دي بيرسون كونسيرني دي اكسبير تونيزيان اي تونيزيان وحتى الجيريان كان مهم يكونوا حاضرين معنا لتبادل الخبرات كاين بزاف الامنيات مي اكثر امنيه اللي مرتبطه بهذا الموضوع هو كنهضر مع العائلات مع الامهات اللي كنعرفهم كيسمعوا لنا بزاف والاباء لانهم هما الاصل انا جو بونس بلي ملي كيكون الاصل زوين كنقدروا نحلموا بعالم احسن الا ما ربيناش ولادنا وبناتنا على العنف على كره الاخر على التمييز المبني على الجندر الا ما بقيتش او سي دي شوز هايبر سامبل الا خلي ولدي يبكي شنو سي غراتوي زعما فهمتي ربي كون بغى الرجال ما يبكيوش كان غيخلقو ما كيبكيوش تو سامبلومون زعما الا بغينا نهضروا بنفس اللغه اللي كيهضروا بها هاد الناس العائله والدوله الا اجتمعوا بجوج وكانت عندهم هاد الرؤيه ديال
مجتمع ديال التعدد والاختلاف والخارج من اطار ديال الرجوله السامه غادي نقدروا نمشيو مزيان وغنقدروا نبنيو واحد الوطن اللي كلشي كيحبوه كيخدم عليه. شكرا.